تخفيضات واميال سفر مجانيه وسانتا كلوز يودع المسافرين قبل اقلاع الرحلات. كل هذه الاحتفالات في احتفال مطار القاهره الدولي باعياد الكريسماس، بالاضافه لالتقاط الصور مع المسافرين بصالات السفر والتي تزينت بمظاهر الاحتفال والوانه بهدف رسم البسمه وادخال البهجه على المسافرين. وتسير من مطار القاهرة رحلات يومية وخدمات متنوعة وتسهيلات للمسافرين إلى مناطق الجذب السياحي المصرية، وخاصة في فترة المواسم والأعياد تتناسب مع مواعيد حجز وإقامة العملاء وبرامجهم السياحية. وفي إطار الاحتفالات بالعام الجديد، تم تزيين جميع الاستراحات لاستقبال المسافرين، كما تزينت محطات مصر للطيران في صالات السفر والوصول بمطار القاهرة والعديد من المحطات الخارجية لاستقبال العام الجديد. من مصر، محمد الجباس.